استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة على هامش مشاركة سموه في القمة العالمية للحكومات في دبي. ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بسمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا أهمية العلاقة التاريخية الراسخة التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين والتي تشكل ركيزة أساسية لتقدم وازدهار العمل الخليجي المشترك. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز اللحمة الخليجية والعمل على توحيد الصفوف في مواجهة ما يحيق بالمنطقة من تحديات.